السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ فين هاد الغبور باليسار؟ فين هاد الغبور؟ نقول لكم ها، مع الدنيا والوقت وصافي، غير الدار، ما نخرج ما ندروج ما حتى شي حاجه. وليداتي حتى هما عطله معايا دابا. اليوم الجو زوين الصراحه، كنشوف وليداتي كل نهار مساكن، ما كيقولوش لي خارجينا ولا حتى كيشوفوا المورال ديالي مساكن. فاليوم قررت نخرج شي شويه، قريب هنايا في النواحي ديال الدار. بغيت نمشي ناخد لهم مقله ديال لي كريب، تخسرات ديال ديك المقله ديال لي كريب، ولا حتى في الطارو نمشي نشري لهم واحد المقيله باش غدا ان شاء الله الصباح ندير لهم لي كريب في الفطور. جمعوا معايا الدار مساكن اليوم، كل واحده عطيتو زيف. ها انتم شوفي حطيت زيف كل واحده عطيتو زيف، اللي مسح الميكرو اون، اللي مسح الثلاجه، اللي مسح الفران، اللي مسح ماكينة التصبين. عايزة خلاهم تبارك الله كيشعلوا البيبان ديال هذا ديال الكوزينة، البلاكارات. كل واحد عطيته مهمة، وانا تانايا البلاكارات الفوق والاسبيراتور هنا درنا مع بعضياتنا. المهم جمعنا دويرتنا الثلاثة الحمد لله. دابا باقي ليا غير الفوق خصني ندير ليه الاسبيراتور. وبغيت نوريكم بيت نعاس جديد، ما حصلاش الفرصة اني نوريه لكم. اول حاجة غنحط لكم هذا الفيديو هذا، ومن بعد بغيت ان نحط لكم بلاتي قبل ما ننهي هادشي. نفتح واحد القوسين، هادشي اللي وقع كامل ديال الله، حتى حد ما كره. مجبور الواحد يكمل حياته، حزننا بكينا تألمنا، ولكن راه مجبورين نكملوا حياتنا، مجبورين نرجعوا لحياتنا الطبيعيه مهما كان. راه اعز الناس راه ماتوا لينا وكندفنوهم ندفنوهم في قبورهم، ولكن كنكملوا حياتنا. فتا دابا نفس الشيء، مجبورين نكملوا حياتنا، ما نقدروش نبقاو ديما حزين وتعساء وداك الشيء. عندنا وليداتنا، خاصنا نكملوا حياتنا على قبلهم، ونبقاو واقفين ولا صامدين على قبلهم. مجبورين، الحزن راه سيمانه ديال الحزن، سيمانه ديال احترمنا الحزن، سيمانه. ولكن قلت سارة باقا عرفتي راه هز الدقة ديالو بصح في قلبي، لكن قلت سارة بارك عليك، ولادي كيشوفوني هكا متأزمة والله ما كرهت ليهم، ولكن قلت اليوم صافي نط شمرت على دراعي انا وياهم، الضحك والنشاط. قلت لهم يلا نمشي نجيو نبداو نجمعو دارنا، ومن بعد غنخرجكم. قلت لهم نخرجو نضربو دويرة وهادشي، فرحو مساكن. فمجبورين نكملو حياتنا، فهادشي علاش اقفل القوسين ونمر لداكشي اللي كنت باغا نقول. فغنحط لكم فيديوهات اللي كانت اصلا مصوره، خاصني مازال نحطها لكم، اللي تعبت عليها فيديوهات فعلا متعوب عليها، ما يمكنش ليا ما نحطهاش وندوحها في القمامه ولا في الكوربي في البيسي. هادشي علاش خاصني نحط لكم هاد الفيديوهات وتشوفوا معانا. كاين فيديو اللي بات راجلي عرض علينا ملي كانت ماما، هو ومراته عرضوا علينا الله يجازيهم بخير. فيديوهات اخرين، فيديوهات الكماله ديال المغرب، مغامره المغرب مازال حتى هي فيها شي فيديوهات. يعني بغيت نشاركهم معاكم بعدا عاد باش نكملوا حياتنا انا وياكم، نكملوا روتيناتنا. وجايين شي روتينات يا مولاتي، شي روتين في شي هوايش ديال الروتينات ما نعاودش لكم ان شاء الله. فدابا غنخرج وليداتي نمشي نشري لهم مقله، كولي صار بغا تشري المقله لراسك ونشري لهم شي حاجه اللي بغاوها. مهم نشوفو ونديهم شويه البارك يلعبو، وهذا الشيء اللي كاين نرجع لكم. لا باش في صغري وي
Annem, bak buradayken hiçbir şey gözükmüyor. Hı hı. Buradan gözüküyor. Asa. شينا كيف ما شفتوا لعبت انا وياهم مجبوره نعطي لولادي وقتهم نلعب معاهم كانوا نولي طفله بحالي بحالهم فالحمد لله توزنا بقيت زوينه وخديت وليكم شخنيت خديت واحد المقله باش هي تكون فيها الكاميرا هنا تطلق ليا هاد المقلة كبيرة بحال هكا الكريب هنايا وهنا كطيبوا عليها اللحم ولا الدجاج ولا المهم داكشي ديال الشوا كفتة مثلا شو قداش تقيلة ولي ولي قلت الحجرة غندير اليوم أكبر كريب في العالم وخديت هادي اللي كنقطعو بها العجينة مع مرة ما كانت عندي شتا وأنا نقول كندير المعجنات ناخدها اليوم وهنا شوف البراد مورا براد هذا خصو يخوى هذا نشربوا شويه نسخنوا شرب انا ولادي واحد الشاي واحد الاتاي ديال كيقولوا ليه شاي الشتاء فيه واحد المكونات انا نوريه فينك 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 ها هو ولادي هات مالت الكاميرا فيه بزاف ديال الاعشاب فيه بزاف ديال التخربيقات بحال العيبات بحال السكر هنايا كيفما كتشوفوا الشاي ديال فصل الشتاء كيقول لك فيه بزاف ديال الحاجات كيما منهم اللي عارفه منهم اللي ما عمرني ما شفته شربته لوليداتي البارح في الليل انا وياهم وطلع نوريكم بيت نعاس الجديد حقه وشريت لهم ثاني وريكم عرفتوا اختكم خرجت منها هاد النهار خرجت منها بغيت نخرج نضرب دويره انا وياهم نشمو شويه ديال الهواء شميت الهواء ديال بصح وريك قال لك على لا نقصي ديال راه ثاني دقيقه واخا دقيقه قال لك على لا كيشوفوا هادو الفيديوهات اللي كيتفرج فيهم داكشي كيتشوفو كيشوفوهم قال لك حتى حنا شري لنا هادو بالبلوتوت انا لالا شريت لهم هاد ديال البلوتوت دابا كيتشارج هاد شريت لهم شارجورات جداد لانه الشارجورات حنا عندنا مع الاسف الشديد هانتوما هاد الشارجور مثلا هاد دارو راسو مسكين معطوب كاع هاد الكابلوات اللي عندنا كابلوات كلهم كيخرجوا عليهم فهمتش عرفتي شحال من شارجور كنشري لهم با يقول لهم قولوا لكم شري ليكم انا نقول لهم قولوا باكم شري ليكم في الاخر ما صبرتش شريت لهم حيت كنشريو بزاف وشريت لهم واخا شريت لهم هاد العيبات هادو سلايم شنو يقولوا ليه العربية ما عرفتش كيحيد لك ستريس انا راه كنلعب به وصافي يلا نطلعوا الفوق طلع معايا لاسبيراتور ما حد يطالعها ندير لاسبيراتور للدار الفوقانيه قالت لي غير فوق عييت هانتوما بلاتي غنشدو في شي زنقه ما كتخرجش غنشدو في شي زنقه ما تخرجش ونقول لي والو ويك ويك بغيت هذاك الروبو اللي كيبقى يدور بوحدو ويتساعد في الدار ويشقى بوحدو وسيكين ويمسح الارض بغيت باغي خاص لي اختير انا عييت والله لا كان عيب لاسبيراتور لتحت لاسبيراتور الفوق كان نعرق عرفتي كان تجيني السخفه بسم الله
الله ونوريكم بيتي الزويد، بيتي الجديد. غير نرجع عطوني دقيقه باش نرتاح ونقول لكم مرحبا بكم في بيتي. لا قلت على هذا البيت، كان كله هنايا سلعه وهنا كل شيء. واحد الاخت كتبوز علينا هنايا. هذا هو بيت النعاس ديالي الجديد، بحال هكا ماريو، بحال هكا جا ملي كنت في المغرب ماما شرات لي هادي، الله يجازيها بخير، ديال التصبين. هذا هو ماريو يا الزوين جديد، بحال هكا. هادي هي الناموسية، هادي بحال البوفا كتجي هكا وفي نفس الوقت كتحلوها بحال هكا، كتحطو فيها داكشي اللي زايد ولا الغطاوات مثلا. ها واحد الخاصية في الناموسية عجبتني هي، علاش شريت هاد الناموسية هادي نوريكم. شاعلتو هاد الناموسية بالبريز، كتخدم بالبريز، ماشي ضروري ضروري، لكن الخاصية اللي فيها الزوينة هي انها فيها البريز، كتقدري تشارجي من هنا، تحطي الكابلو ديال الشارجور ديالك، كاينين جوج، تحطيهم وتشارجي من هنا في ناموسيتك. زائد واحد الخاصية اخرى، انتم كيشعل الضو هكا في الليل ملي عاد كيبان داكشي زوين، بلا فيوز بلا حتى شي حاجه، ما احتاجيش الفيوز بحال هكا. شفتو في الليل كيبان زوين، ما نحتاجش كاع لا فيوز لا حتى شي حاجه، لانه فيها الضو حتى لهيه. شفتو شحال زوينه، تشارجي هنايا، تشعلي الضو طفيه طق 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 طق. وهذا الماريو اللي مازال ما بحال هكا، خصني نحيد ليه هاد التيكيتات التخربيق. كبير، درتو في صالتي، في صالتو اختاريتها انا وياه، رسمنا هادشي مازال عاد غيتقاد، مهم عليناش. داكشي الفوق باقي خاوي، هادشي هنايا كله باقي خاوي، كان غير جوج لي عامرين. ماما الله يجازيها بخير ملي كنت في المغرب باش ما تقنطش حولت هنايا الحوايج، الله يخليها ليا، خلي لكم العزيز عليكم. هادشي هكا دارتو ليا مسكينه. و الصراحه اغلب البلايص فيهم حوايجي انا. هاد البلاصه دارت عليه بحال هكا، الحاجه اللي حمقاتني هي انه كون ناعسه عرفتي بالنهار وليت كنتكى في ناموسيتي بزاف. انا ما عمركم تلقاوني بزاف بالنهار متكيه في ناموسيه، كتلقاوني زعما في الصالون، تخصصت الفراش كتلقاوني في الصالون. لكن هاد الخاصيه ديال الجاج هنايا في لو طوا كيدخل لك الشمس، بقيت عارفه نهضر تاني، كتدخل لك الشمس عرفتي، كيعجبني نسرح تما والشميشه ضاربه ليا في وجهي، داكشي الرفيع. شكون عنده بحال التقاشر سبونج بوب طالعين حتى لهنا، رانا لابسه سروال بيجامه لتحت طالعين. وهاد الزريبيه هادي جات هكا هنا بحال هكا، وبشويه بشويه عاده باش هنا غاب من بعد، ماشي دابا زربانين. شفت التلفازه والكوافز اللي عندي في بيت النعاس لتحت، غادا تجي هنايا. هادي كدير الضو، راه فيها البريز ديالها، كدير الضو. هاد الصوره عزيزه عليا، هاد النهار بالاخص عمري ما ننساه، كنت انا وهازيل مشينا لواحد الخربه خارجه شويه على اسطنبول، درنا واحد الجلسه ديال التصوير ديال هادو هادو. متنا بالضحك بالخلعه لانه خربه
كنبدلوا الحوايج انا وهي، حتى هي تصورات، حتى هي كان عندها شي حاجه خاصها تلبسهم هي وتصور بهم، كنقولوا كنبدلوا هنا عاد كيدخل عندنا شي واحد. هاتي واحد جلسه تصور كي كانت شنو نقول لكم، دازت مع هازيل زوينه بصراحه، دازت ايام زوينه مع هازيل عمري ما نساها، وهازيل اختي وحبيبتي وعمري ما ننسى ديك البنت. وباقي كنشوفوا راه حنا جيران، بيتنا بيناتنا جوج زنقات، جوج زنقات كل ساعة نشافو، واخا ما تبانش معايا في فيديوهات وداكشي، حتى شي حاجة تجي عندي، حتى شي حاجة نمشي عندها نصيفط ليها ولادي، تصيفط لي ولادها، هادشي اللي كاين. وهذا هو الفيديو ديال هاد النهار البنات، داك الفيديو ديال الأول فيديو ديال الزلزال كنت حطيت الكاميرا هنا، الله سخون، هنا وجلست هنايا وصورت ليكم. ولا كيعجبني بيتي، مبقيتش كنبغي نخرج من بيتي، يعني واخا بالنهار كنبغي ندوز وقتي في بيتي، حمقني. وهادشي اللي كاين بنات، كيف ما قلت لكم من الالف صاعدا غنحط لكم فيديوهات اللي كان ديجا مصوراهم، حتى وحده ما تعاتبني عفاكم، مجبوره نحط هذوك الفيديوهات، ما يمكنش لي لانني تابع عليهم وما نبغيهمش يمشيو هكا كباء منثوره وصافي. شكرا. نري نري نري، تخليه تفر، تخليه هدرت هكا كان غير تقرا ديال الضفر. شكرا على التفهم ديالك، واحد الاحساس من الضفر كتحسي بيه بحال غيتقلع. شكرا على التفهم ديالكم، بارك الله فيكم، لهلي خديكم عليا، شكرا على لي ميساج ديالكم، على البالكم اللي تشطن علينا، لهلي خديكم، بارك الله فيكم، شكرا 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 شكرا، والله يحفظ لكم كل ما عزيز عليكم. هادشي اللي غنقول لكم، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.